ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه وفقاً لما حددت وزارة الأوقاف هيكون موضوع خطبة الجمعة النهاردة بعنوان نعمة الماء، وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والتانية معاً كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز. وأكدت أنه من الأفضل أن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيمله، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير. النهاردة هيحيي الهضبة عمرو دياب حفله مهرجان العالمين الجديدة على مسرح يو أرينا، وبيستعد جمهور الهضبة للحفل اللي نفدت تذاكره، وبيأتي مهرجان العالمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العالمين الجديدة، وده بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية اللي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكمله. كمان النهاردة هيحتفل فريق بلاك تيما بمرور 20 سنة على بداية انطلاقه على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، وهيقدم بلاك تيما خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم الشهيرة زي بحار وكل مرة وأخبار أهرام جمهورية.